السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي كتجي لذيذه، اللي هي الفول المشرمل. كنتمنى تعجبكم الوصفه وبقوا مع المقادير. كنحتاجو في هذه الوصفه طريف ديال اللحم المصير، كنحيدو له اللب ديالو، كنحتاجو 3 د الفصوص ديال الثومه، كنحتاجو معلقه صغيره ديال الكمون، كنحتاجو التحميره اولا الفلفل الاحمر، كنحتاجو مليحه سكينجبير، والكمون كنخليه حتى الاخير. كنحتاجو كذلك القزبور، كنحتاجو 3 د المعالق تقريبا، وزيت البلدية ولا زيت الزيتون كنحتاجو 4 المعالق، وكنحتاجو الفول. انا درت هنايا زليفة د الفول، غير زليفة صغيرة، كنقشروه ونغسلوه ونقيوه وتنقبطو الفول بحال هكذا، بحال هاد الطريقة. تنزولو له القشرة الفوقانية، القشرة الكحلة، وتنتكوه بشي سكين. كما كتشوفوا البنات، ملي صوبت الفول ديالي كامل كنديرو في الطنجره ولا في الكوكوط، وكنضيف عليه 2 كيسان ديال الماء تقريبا، وكنسد عليه وكندير له الصفاره. كما كتشوفوا البنات، الفول ديالنا هو طاب، خدا شويه ديال الطياب، ما كيخليوش يطيب بزاف، كنخليوه ينشف من الماء تماما، وعاد كنزيدو العطريه. انا درت هنايا مليحه، ودرت سكينجبير، ودرت التحميره، الحمض مصير، والثومه. انا درت هنا 3 د الفصوص ديال الثومه صافي. وكما قلت لكم كنخليو الكمون حتى الاخير. غادي نضيفو عليه الزيت البلديه اولا زيت الزيتون تقريبا 3 د المعالق تقريبا. كنضيفو القزبور كيجي فيه قزبور رائع، كما كتشوفو كنشعلو على النار متوسطة، كنشحرو هاد المقادير اللي عندنا كاملة. كنضيفو عليها شويه د الماء، يكونوا ديجا غليناه. في الاخير انا ضفت البنات الكمون، خليته حتى غلى شويه، وضفت الكمون، ريحته كتشهي الصراحه، كنتمنى تجربوه.
هذا هو الفول ديالنا البنات، كنتمنى تجربوه. في الحقيقة كيشهي، كتقدموه مع لي صالاد ديالكم اولا مع الحوت اولا مع اللي بغيتو، كترافقوه مع الطبق الرئيسي. السلام عليكم، كنتمنى تجربوه.